لمناقشة آخر مستجدات الملف اليمني معنا من اسطنبول عبر الهاتف الأستاذ صالح الجبري رئيس مركز ييني يمن. أهلا بكم أستاذ جبري إلى استوديو الرافدين. يعني أستاذ صالح نبدأ من قبول ميليشيا الحوثي الإشراف الأممي على الحديدة. ما أبعد هذا القبول من قبل الميليشيا أستاذ صالح؟ شكرا جزيلا. ليس جديد على ميليشيات الحوثي مثل هذا الكلام، وهو كلام طبعا لا يقدم ولا يؤخر، خاصة أن اليمنيين لهم تجارب مع ميليشيات الحوثي، أكثر من 70 اتفاق بين الحكومات المتعاقبة مع ميليشيات الحوثي دون أن تنفذ ميليشيات الحوثي أي تطبيق، خاصة أن موظفي الأمم المتحدة هم أصلا هم أصلا حوثيون، يعني موظفين هم يمنيون حوثيون مضطرون إلى أن يستسلموا أو يواكبوا متطلبات الحوثيين، وبالتالي هذا دليل على أن ميليشيات الحوثي صارت في خناق لأنه الحديدة تمثل لهم مورد أساسي. لكن العجيب أنهم يريدون تدخل الأمم المتحدة على ميناء الحديدة على أن تبقى الحديدة ومطار الحديدة بيد ميليشيات الحوثي، وهذا ما تم رفضه من قبل الحكومة اليمنية. لابد من تسليم الميناء الحديدة والمطار المدني والعسكري والمدينة بأكملها وخروج ميليشيات الحوثي. طبعا الحديدة تعتبر بالنسبة لميليشيات الحوثي هي حياة أو موت، لأنه هو المنفذ الوحيد الأخير وآخر ميناء بيد ميليشيات الحوثي التي تهرب السلاح والمخدرات وما إلى ذلك عن طريق هذا الميناء من أجل، وأيضا العمل التجاري لميليشيات الحوثي يعني ينشط في ميناء الحديدة، وبالتالي هذا هراء وغير مقبول، وهذا ما تم رفضه اليوم من قبل الرئيس هادي والحكومة الشرعية. نعم، بغض النظر عن الضغط العسكري الذي دفع الميليشيا للقبول بالحل الأممي، كيف سينعكس هذا التسليم على الأزمة في كل اليمن؟ هناك قرار بالحكومة الشرعية والتحالف العربي بالحسم العسكري لمدينة الحديدة بمينائها ومطارها. هذا الكلام الذي أو الدور الذي يقوم به ممثل الأمم المتحدة هو لا يقدم ولا يؤخر، هو يريد أن يكسب له موقف في هذه الجولة، ولكن جاء الجواب واضحا صريحا من الحكومة اليمنية. سيتم بإذن الله حسب المؤشرات في الميدان حسب استرداد الميناء ومدينة الحديدة إلى حضن الشرعية، وسيكون آخر منفذ للحوثيون. ما عليهم إلا أن يستسلموا ويعني يرضخوا لقرارات مجلس الأمن 2216 والإجماع الدولي مع الشرعية. هناك دعم عسكري كبير من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتحالف العربي برا وجوا وبحرا، وهم يعرفون أن نهايتهم اقتربت، وبالتالي يرمون مثل هذه الموافقة من باب كسب الوقت. سينعكس إيجابا إذا ما عادت الحديدة بمينائها والمطار إلى الشرعية، سينعكس إيجابا على حركة التنقل، على العمل التجاري، على المسافرين اليمنيين العالقين في أكثر من دولة في العالم لا يجدون مطارا يعودون به إلى اليمن، أو المرضى يعني بمئات الآلاف في اليمن منتظرين الخروج من اليمن إلى دول أخرى من أجل علاج الجرحى والأمراض المختلفة. وبالتالي أستاذ صالح، من الممكن أن أتكرر هذا السيناريو في مدن أخرى مستقبلا؟ لا شك أن ما حدث في الحديدة انعكس إيجابا على جبهة تعز. جبهة تعز التي كانت نائمة لفترة لا بأس بها تحركت في الأسبوعين الأخيرين. جبهة مدينة البيضاء يعني أكثر الآن من مديريتين تم تحريرهما من ميليشيات الحوثي وتم إرجاعهما إلى حضن الشرعية. جبهة صعدة، جبهة نهم التي كانت واقفة لأكثر من سنة الآن تحركت. إذا النجاح العسكري في الحديدة انعكس جنب يعني ايجابا على بقيه الجبهات، وهناك خطه عسكريه يبدو لي لتشتيت جهود الحوثيون في جبهه نهم وفي جبهه البيضاء وفي جبهه صعده وفي جبهه تعز من اجل السيطره على مدينه الحديده وميناء الحديده بعد السيطره على مطار الحديده من قبل الجيش الوطني والتحالف العربي. وهذا يبدو لي انه سينعكس ايجابا، وهو ما هم يعني وهو ما يظهر في الافق بان الحوثي بات محاصرا الان داخل العاصمه صنعاء وما حولها فقط. نعم، هل سيفتح هذا الموقف الباب امام فرصه للحل السياسي في اليمن برايك؟
في اعتقادي الحوثي، نحن كيمنيين نعرف الحوثي، الحوثي وانا اقول دائما لا ولم ولن يستسلم ولن يجلس على طاوله الحوار الا بعد ان يتم القضاء على القيادات من الصف الاول، يعني لقيادات الحوثي. هناك اكثر من 5 من الصف الاول قد قتلوا بضربات موجعه على الجيش الوطني وقوات التحالف، والصف الثاني والثالث طبعا بنسبه 70 الى 80% تم القضاء عليهم. هؤلاء يحتاجون الى ضربه قاسمه، ويبدو لي ان الحديده هي الضربه القاسمه القويه للخناق على الحوثي، ومن ثم تحرير حديده سيؤدي تلقائيا الى تحرير مدينه تعز باذن الله، وبالتالي سيكون حديده الحوثي محاصر داخل مدينه صنعاء وما حولها فقط. الاستاذ صالح الجبري رئيس مركز ين يمن كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.